التبرع من خلال الفيسبوك. وراقصه اردنيه تتبرع باجرها من اجل اجراء عمليات دقيقه للاطفال. يمكن دي مجموعه من الاخبار وغيرها طبعا هنشوفها في فقره الغد نت اللي من خلاله بنحاول ان احنا نلم باخبار كثيره سريعه يعني على مدار او في جميع انحاء العالم. انا عن نفسي فهمتك. انت فهمتي؟ انت كاسمه؟ كاسمه فهمت. اتبسطت. تمام. خلينا نشوف. قالت شركة فيسبوك إنه سيكون بإمكان مستخدمي موقعها الشهير للتواصل الاجتماعي التبرع مباشرة لعدة مؤسسات خيرية معنية بالإغاثة من مرض الإيبولا من خلال زر أعلى صفحاتهم الشخصية على الموقع. وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إن بوسع مستخدمي فيسبوك التبرع لثلاث مؤسسات خيرية هي انترناشونال ميديكال كور والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومؤسسة أنقذ الأطفال. وستتبرع الشركة أيضا بمئة نقطة خدمة لتوفير الإنترنت واستخدام المكالمات الصوتية لعمال الإغاثة في الدول المتضررة من مرض إيبولا مثل غينيا وليبيريا وسيراليون. قدمت مدربة رقص زومبا الاستعراضي الأردنية لوسين شوات عرضا راقصا في العاصمة عمان يوم الأحد، خصصت إيراده لإجراء جراحات دقيقة لأطفال ولدوا بتشوهات خلقية في القلب. وذكرت لوسين أن الأموال ستدفع لجمعية هدية الحياة الخيرية الأهلية. وتسعى لوسين شوات لمساعدة جمعية هدية الحياة في جمع التكاليف اللازمة لإجراء خمس جراحات قلب مفتوح لأطفال ولدوا بعيوب خلقية. قدم أحد النشطاء الأكراد بتنظيم عرض أمام مقر البرلمان في لندن يحاكي ما يفعله تنظيم داعش في سوريا والعراق، حيث يقدم من خلال العرض مجموعة من النساء المقيدات بالسلاسل في سوق عبيد، وتم عرض النساء المقيدات للبيع للمرة، وقيل إن المزاد سيبدأ بفتاة تبلغ 14 من العمر، وإن المشتري سيتمكن التأكد من عذريتها قبل الحصول عليها. وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن داعش نقلت 150 امرأة وفتاة من العراق إلى سوريا لبيعهن كعبيد. بيعت مجموعة من ملابس نجمة الغناء مادونا التي ظهرت بها في أغنيات وأفلام على مدار مشوارها الفني مقابل 3,200,000 دولار في أحد المزادات. وكان الأغلى سعرا من بين ملابس نجمة هوليود معطف ارتدته في فيلمها الاستماتة في البحث عن سوزان، إذ وصل سعره إلى 252,000 دولار، في حين بيع ثوب ارتدته في فيديو أغنية الفتاة المادية بمبلغ يصل إلى 73,125 دولارا. عرض منزل بالازو دي أموري الذي يقع في مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا للبيع مقابل 195,000,000 دولار ليصبح أغلى المنازل المعروضة للبيع في الولايات المتحدة، حيث تبلغ مساحته 25 فدانا. ويضم المنزل الذي يوصف بالقصر 12 غرفة نوم و23 حماما إضافة لمرآة يستوعب 27 سيارة. تعود ملكية القصر حاليا لجيف جرين الذي اشتراه من أجل الاستثمار وقام بتأجيره مقابل 475,000 دولار شهرياً.